ينضم إلينا الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين صباح الخير. بداية هذا الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى روسيا أفريقيا الذي سيؤكد على بعض القرارات وبعض الإجراءات التي كانت مأخوذة من القمة الروسية الأفريقية الثانية، ما هو الذي يؤكد عليه هذا المنتدى حسين، وأبرز ما تناوله المنتدى؟ صباح الخير. فقط قبل الإجابة على سؤالك دعيني أشير إلى جمال هذه المدينة التي يحصل فيها المنتدى، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة أننا نحن نعيش في موسكو وفي مختلف المدن الروسية بدرجات حرارة متدنية جدا. إذا نحن منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة تنتابنا لحظات من السعادة والفرح بسبب هذه الحرارة المرتفعة وأيضا هذا الطقس الجميل. مدينة سوتشي تعتبر عروسة البحر الأسود، هي المدينة الأكثر دفئة في روسيا كما يتم الحديث في الداخل الروسي، أيضا هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى، إضافة أيضا إلى معالمها الساحرة وأيضا الجاذبة التي تستطيع من خلال هذه المعالم أن تضع علامة فارقة في ذاكرة كل من يزور هذه المدينة. حدثت عن هذه الأمور لكي أشير إلى الفرح وأيضا إلى السعادة التي تنتاب جميع من يزور هذه المدينة، وخاصة أن غالبية زوار ومن يتواجدون الآن في هذه المدينة هم من السياح، نظرا إلى أن هذه المدينة هي مدينة سياحية بامتياز. عودة إلى سؤالك رشا وإلى القمة الروسية الأفريقية، بطبيعة الحال المؤشر الأساسي لهذه القمة هو أن المشروع الأمريكي في حجر روسيا فشل، وأن هذا المشروع الذي كان بدعم من جميع الدول الغربية لن ينجح ولم ينجح كما تؤكد القيادة الروسية، وأن هذه المنتديات والقمم هي دليل على هذا الأمر وليس في حاجة الإدارة الروسية لتبرهن ذلك. أيضا تم الاتفاق خلال يوم أمس وفي اليوم الأول من المنتدى والذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعات المسائية، تم الاتفاق على فتح روسيا سفارات جديدة لها في عدد من الدول الأفريقية، إضافة أيضا إلى مراكز تجارية أيضا وبعثات تجارية في عدد من الدول الأفريقية. أيضا تم الاتفاق على إنشاء نظام مالي خاص ومستقل بين روسيا والدول الأفريقية في العام 2030 أيضا، وفي التعاون العسكري والذي هو أيضا يعتبر عامل أساسي ومهم في العلاقات الروسية الأفريقية. أيضا تم التوقيع على اتفاقيات في التعاون العسكري السكني كما أشار نائب الرئيس الروسي مع 34 دولة أفريقية خلال الساعات الماضية وتحديدا خلال اليوم الأول للقمة. إذا نحن أمام خريطة جديدة، نحن أمام إطار جديد من العلاقات الروسية الأفريقية. هذه القمة هي ليست الأولى رشا، إنما هي القمة الثالثة التي تجمع بين روسيا وأفريقيا، إنما هذه القمة تأتي في شكلها الحالي على الوزراء فقط، الوزراء متنوعين في المشاركة، هناك وزراء خارجية، هناك أيضا وزراء صحة، وزراء تكنولوجيا، وأيضا عدد من الوزراء الذين يحملون حقب وحقائب مهمة وحساسة لدى بلدانهم، من أجل أن هذه القمة حسب التأكيدات الروسية ستعيد في الفائدة على الشعبين الروسي والأفريقي. هذه القمة هي القمة الثالثة كما ذكر في العام 2019، أيضا في مدينة سوتشي عقدت للمرة الأولى القمة الروسية الأفريقية، وفي ذلك الوقت حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا في العام الماضي عقدت في مدينة سان بطرسبورغ، وأيضا شاركت مصر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أيضا اليوم مصر تشارك في هذه القمة بوفد وزاري، حسب المعلومات الروسية هذا الوفد هو رفيع المستوى. أيضا هناك المزيد من العلاقات التي تجمع بين روسيا وبين القارة الأفريقية ولا سيما مع جمهورية مصر العربية، حيث تشير روسيا إلى أن مصر هي دولة رائدة وهي بوابة القارة الأفريقية، لذلك العلاقات الروسية المصرية وصلت إلى مراحل وإلى مستويات تحمل آفاق واعدة جدا لكلا البلدين. أيضا هناك المزيد من المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية، بالإضافة أيضا إلى أن روسيا تلعب على عامل الثقافة أي التعليم من ناحية أخرى. خلال اليوم الأول للقمة نعم يا حسين، يعتبر هذه
كما ذكرت حسين أن يعني روسيا أثبتت بطريقة أو بأخرى من هذا المنتدى الذي يستكمل قرارات القمة الروسية الأخيرة التي كانت في سان بطرسبرغ، وكانت لديها قدة عدة موضوعات والتعددية القطبية، وتبحث روسيا ما يكون في القارة الأفريقية من قطاعات وأكثر من اشتراكات فيما بينهم لتبادل المنفعة سواء مالية أو اقتصادية أو عسكرية، لكن روسيا تؤكد بهذا المنتدى. سنتابع تطورات حسين كما ذكرت. أشكرك، كنت معنا في سوتشي بروسيا، شكرا جزيلا لك.